خويا دابا المطلع. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأخوات المتابعين ديالنا، مرحبا بكم إن شاء الله في فيديو جديد على قناتكم قناة الحوزي. تحية لكم كاملين الناس داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن. الإخوان كما طلبتوا منا إن شاء الله في الفيديو ديال اللي سبق ديال الصوندة ديال آلة حفر الآبار، لأننا نديروا الفيديو ملي يطلع الماء ولبينا لكم الطلب. اليوم راه اتصل بنا السي ميلود المعلم، قال انه يعني قريب يطلع الماء وجينا عنده فطرنا عنده هنا كما كتشوفوا. دابا راه فات العشاء مازال تبارك الله خدام، لكن قال لي راه فات الحجره وبغينا نبارطاجيو معكم هذه المناسبه. ما تنساوش الاشتراك بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركينش، ودعمنا باللايك والمشاركه باش يكون المزيد ان شاء الله. وتحيه لكم كاملين، وبقوا معنا متشوفين باش نستافدوا مع السي ميلود. راه قال لي غيحكي لي شي تجارب يعني، وغادي نسولوا بعض الاسئله باش نستافدوا كاملين. وتحيه لكم من القلب خالص، بقوا معنا. ثم الاخوان كما كتشوفوا راه خدام دابا، راه تبارك الله فات العشاء القويطين فين، ولكن راه مدين على هذا الجو دابا في المكان تيخدموا. غنمشيو عند السي ميلود دابا، راه ما بقى داير لا ما الاخوان لا والو يعني، ولا قال لي ان الماء بدا تيطلع، قال لي ان الماء بدا تيطلع يعني ما بقاش تيدير هذا الماء، ولا الماء اللي تيطلع هو اللي تيحفر بها كما كتشوف، ما بقاش داير التيو. السلام عليكم سي ميلود، هاني خير؟ واش قريب يطلع الماء؟ الله يحفظك. قريب يطلع الماء؟ طلع الماء، طلع الماء، تبارك الله. شحال واصلين من المترو دابا؟ واصل اخو شي 84 85 دابا. 84 مترو؟ تبارك الله. دابا درتو كتبتو الحديد كلشي؟ دابا دابا باش تعرف راه طلع الماء؟ ضروري تعرف. من الجبل اللي كتخدم اللي كيطلع الماء ضروري تعرف، الحرفه راه الصنعه في اليد. تبارك الله، تبارك الله. دابا كتبتوا درتوا القادوس؟ القادوس. دابا الليل يطلع الماء تبارك الله، الليل يطلع. لا لا بان الماء راه جاب طالع الماء تبارك الله، يعني غطى لا اييه. الله يحفظك، الله يحفظك، تبارك الله عليك. تقريبا شحال من واخا تخلي دابا تخدم وحده ماشي مشكل، باش ما نديرها ونجيب. سير اخويا ميلو، سير الله يحفظك. دابا هذيك الشده ديال الكابل علاش؟ دابا يعني خاصك تعطيك اليد، يعني كتعرف الوقت اللي خاصك تزيد. لا 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 ضروري. انا تقريبا السي ميلو شحال عندك تجربه في هذا العالم ديال الصوندة؟ انا خويا دخلت 1999. تبارك الله، يعني 21 عام. 21 عام تبارك الله. ما عندي ما يسالك ديال السي ميلو، يعني راه بحال نقولوا الدومين كلتيه. دابا الحرفه هذه انا عطيت بزاف. اييه، واش تعلمتي راسك ولا كانوا شي اساتذه لي؟ خويا الاستاذ ديالي هو الاخ ديالي اللي صغر مني. صغر منك؟ هو الاول من الحرفه في 97، هو دخل الحرفه. تبارك الله، شنو الاسم ديالو؟ الاستاذ تعحق عليا انا يا جميع، عمر. سي عمر، تحيه لي من هذا الفيديو. تحيه لي. داركوا لي العواشر. العواشر. هو اللي علمني، هو اللي وبقيت معاه 2004 دار الفطاره ديالو الراس وصافي. دابا اي مشكل في البير كتحلو، ما عندكش مشكل ضروري. اي سير سير اخويا ميلو. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى
يصل الامر قبل 5 ايام ما عندنا. السي ميلود احكي لينا على شي تجربه يعني عجيبه في هذا العالم ديال الصوندات. اخويا اش غنقول لك، دازوا علينا طرائف ياك. مره انا واحد السيد هو غنت نسلموا عليه جاد رمضان هذا ونباركوا ليه العواشر جمال الشور الناس ديال الضومين. وكان تارك العواشر بفايز ابو صخر، هذيك الساعه كنت خدام معاه ومشينا غير خدم واحد البير ديال الملح. ما عندهمش كرام ولا عندهم ارض، عندهم ملح، الارض كامله ملح. سبحان الله، سبحان الله. وهاد البير اللي غيحبروه بالملح، يعني واحد الشركه هي تاخذ داك كيردوا ملح كيعمروه من واحد الواد، يعمروا البير والصباح يحيدوا داك الملح يديروا في الشوارج كيرجع ملح. سبحان الله. شربنا داك البير وهي تفرقع علينا بحال البركان خرج. اول خطره انا في الحياه يعني ديال الماء ولا شنو؟ البركان ديال لا الحجار، وهذا خرج من البير وطلع، يعني الحجار ما طاحش بيناته. سبحان الله. يعني الناس اللي ساكنين هذاك شي بارود ولا هذاك الشيء. ملي خرج ذاك الشيء خويا سفيان من ذاك البير، عرفتي تفاجات انايا والله ما عمرني شفت ذاك شي حاجه، ذاك شي غريب. سبحان الله. هذيك هي اللقطه اللي فهمتي يعني، وانتم خدامين هذيك الساعه طلع هذاك تازه، قلتي في تازه، دخله ديال تازه ارض ملح، ما عندهمش تراب. ديك الملح الحيه اللي كنقولوا على الملح الحيه عندهم هما فهمتي، والشركه ديك الملحه هي اللي الباكيه ديالها مصوره فيها الحمامه. سبحان الله. هي اللي كتاخذ هذيك الملحه وكتصايبها ملح وعدد. يعني راه خدمتي في مناطق بزاف، الله يبارك في المغرب. اخويا تسارينا الحمد لله. دابا راه كيبان لي الجو هنا غير الظلم، راه ماشي اي واحد يقدر يخدم هنا. انا راه وليتي عسكري. تور اخوانا 99 راه عمرها صحيحه، يعني علام كيطونوا. دابا واخا يطلع الماء شحال خاصكم تزيدوا من متر تقريبا؟ ساعه تكمل الحفره وصافي. دابا مازال ما كملتش؟ مازال دابا قريب طلع الفاس باش يبان. راه غادي يطلع باش المشاهدين يشوفوا. اي الله يحفظك ابدا السمير، الله يكبر بك. هانتوما الاخوان منبر كان تسلم على الحريفيه كاع اللي كيحبونا ويسالوا علينا، يعني الحريفيه القدام. وكنبارك لهم الحواشر منهم عبد الله محمد، محمد خوف، شعيب ميلود ولد عمو، محمد السيدي بنور، ابراهيم بن ملان، كاع الحريفيه اللي كيعرفونا واللي ما تبناهمش يسمحوا لينا. اييه ونباركوا لهم الحواشر. بارك الله عليك ابن السيد. هانتوما الاخوان حنا نشاهدوا هذه اللحظه ملي غيطلع الفاس مع الفوره طلع الماء. صافي السي ميلود دابا غطلع الفاس. غطلع اخويا دابا المطلع. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. كان اخ سفيان. سي سفيان. اييه. دابا انا عرفت المطلع دابا من هاد اللحظه، دابا هو ملي وقفته كيدور. كيفاش كيدور؟ كيدور الفاس. الكابل كيدور. سبحان الله. في البير يدور. فهمتي؟ سبحان الله. يعني تما كتعرف راه طالع. انتم الاخوان غتشاهدوا معنا هذه اللحظه الجميله، واخا ان الصوره غير واضحه ولكن راه كاينه الظلمه كما كتشوفوا الاخوان، لكن غير الظلام من الضوء فقط ديال الصونده.
راه مغسول واقيلا مغسول كاب اللي كان داخل وسط الماء كله في الماء تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله شو كيما طلع الفاس الاخوان يعني راه في الماء دابا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك الله يكمل كل شيء بخير تبارك الله اللهم بارك ثم الاخوان كما كتشوفوا الفاس راه طلع اللهم بارك مغسول شو الماء كيفاش كيهبط منه دابا راه غيبدا يطلع غير في الماء شحال تقريبا طالع من الميكرو سيميلود الماء غنوريو المشاهدين غنعبروه انا غتعرف شحال من مين باش ما نكذبوش في الفيديو فعلا اييه الله يحفظك دابا راه هادي نورمالمون الاخوان كطلع الغيس ولكن دابا اكثر هي غيطلع فيها غير الماء الغيس مابقاش اخويا سوفيا مابقاش الغيس هو الخدمه اللي كيخدم الفاس اييه داك الغيس كيزيد مع الماء كيزيد مع الماء فهمتي يعني مابقى لا غيس لا والو دابا شحال باش حيدتي التيو ديال الماء هاد الماء شحال ما بقيتيش استعملتيه جات بان الماء بان الماء صافي كتحيد ما كاين لا بالشار لا والو الماء ديريكت الماء ديريكت تبارك الله هي في البلاصه اللي تحط فيها هي هذه الاخوان راه كتكون مريسكيه شويه اكثر من الفاس في الطلوع ديالها حيت انا كما قلت لكم في الفيديو السابق كتخدم فيها انا هذه كتكون مريسكيه شويه اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله قرب لنا الصوفيا تبارك الله قرب هذا خير مولانا هذا اللهم بارك اللهم بارك هذا الميه الميه كبيره تبارك الله بابا الاخوه اللهم بارك اطلع دابا غير الماء ما كاينش الغيس تبارك الله دابا راه مزال بشويه شويه كيتصفى الماء دابا صافي دابا هذا صافي صافي من الاول لا لا طراب لا والو الماء وحده هذا كيف 10 دقائق يصفى 10 دقائق يصفى الماء المعلم الاخر دابا تبارك الله واحد كيخدم بالليل وواحد كيخدم بالنهار دابا السيد اللي كيخدم بالليل هو عاد ناض سي شعيب سي شعيب حيت كتخدم ليل ونهار الاخوان واحد كيخدم بالليل وواحد كيخدم بالنهار سي ميلود مثلا الا خدم بالنهار الاخر كيكون ناعس مرتاح وملي تينوض الاخر تينعس الاخر فهمتي واحد تيخدم بالليل وواحد بالنهار ياك سي ميلود واحد كيخدم بالليل وواحد بالنهار شكون انا وشعيب؟ انت وشعيب شعيب مسكين دابا ناعس هاي لا راه بان ليا ربما فاق راه ربما فاق دابا كاينه دابا تيخدم هو بالليل دابا هو مسكين ضل خدام يامس في النهار اييه والبارح هبط القادوس في الليل بعيد فيق هبطتو في الليل اييه يعني شحال شحال من ساعه كاينه تماره
كاينه تماره غتسالوا جوج حواله ماشي غير حولي. دابا راه ضروري من العاده انه كيذبحوا الحر. دابا ملي كيخدم هو بالليل انا كنخدم بالنهار، دابا انا بالنهار يخدم هو بالليل. ياك السي ميلو ضروري العاده انه ملي يطلع الماء الحولي ياك؟ ضروري. اللهم بارك. هاتوا الاخوان غير الماء، اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. على الاخوان باش ما نطولوش عليكم، تحياتي لكم جميعا وان شاء الله الى فيديو قادم. وشكرا سي ميلود. وبغينا السي شعيب يبان معنا في غادي نقول لي نحضروا البير. اي ضروري، اه ضروري. دابا كيفاش الطريقه ديال العبار السي ميلود؟ كيفاش الطريقه ديال العبار؟ كتهبط و تم غادي نطلع. اه دابا غادي نهبط انا نوريك. دابا هو ان الماء مشارجي البنات نوريك كابريت ديالو. شحال فيه ديال الماء؟ غادي يطلع حتى يمنا خاصو فيها طلع داخل داك اللي كيبان لنا كامل هذاك مشارجي مات. اليوم هذا ها هو غيجي عندنا دابا. يعني الماء راه طالع اكثر من 20 متر ربما. اكثر من 20 متر. هذا كله ماء. تبارك الله، اللهم بارك. هات كما كتشوفوا الاخوان ان الكابلي مغسول باش نعرفوا ان كل ما الكابلي مغسول كما حسبنا الماء حط شاطر. يعني تقريبا شحال من متر و 60 ميلود تكون اخويا؟ تكون شي 36 متر اللي طالعه ديال الماء. لا اللي خاويه دابا اللي خاويه يعني في 50 متر. تبارك الله ديال الماء. تبارك الله، اللهم بارك. يعني راه جد كافي يدير فيه الموتور ديال البوطه، يدير فيه ديال الضو اللي بغى. هذه الاخوان كما قلنا لكم المنطقه ديال نواحي مصور راس، نواحي مدينه الجديده بالضبط في الجغيوات. يعني البير فيه، البير فيه 84 متر، فيه غير شي قلتي كدا 30 متر اللي خاويه. يعني تقريبا 50 متر نعبروا عاد غنقول للمشاهدين. يعني 50 متر تقريبا ديال الماء. تبارك الله. تحياتي للبنوته ديالي. تحياتي للبنوته ديالي. اييه. المعلم الثاني الاخوان السي شعيب. السلام عليكم السي شعيب. السلام الله. تحياتي لك العسكري ديالنا، اللهم بارك. دابا هذا وليت تعبروا بيا كسي. دابا هذا البيت. اييه. سير على الله، الله بسم الله. بارك الله الاخوان، هذا العبار راه كله ديال شحال طالع الماء. يعني ما عبرش البير كامل، كيعبر غير شحال طالع من الماء. كما كتشوفوا الفاس راه يعني مغسول، يعني كان داخل وسط الماء، اللهم بارك. شحال السي؟ شحال؟ 46 متر ديال الماء. تبارك الله 46 متر، تبارك الله. يعني راه مخير في الماء، مخير في الماء. اشي كلمه سي شعيب؟
شي كلمه للمشاهدين، شي تحيه شي سي شعيب عاد دوم الخدمه الله يبارك دوم على تمارا شعيب. لا لا مسكين مسخسخ فهمتي. اي دار تمارا قلت لك راه ضال خدام وبيت أي. ولكن ملي تيطلع الماء بحال هكا كتفرحوا انتوما أيه صراحه وكترتاح بحال مسالي. دابا بحال مسالي بحال مسالي. دابا ملي تعيط تلمول البير تقول لي تبارك الله راه ورا دابا راه كنا ناعس انتوما ضاربين تمر الصباح كتفرحيه وضروري غيفرح. اي 46 الانسان ما كيدير هذا العمل ترى ناوي خاصو يعني غيفرح هو غيفرح هذيك اللقطه اللي غتقول ليه ضروري غيفرح. الله يجازيك بخير السي ميلود. هنا مثلا ركبتوا القادوس وكل شيء يعني بالقادوس بالحفير بكل شيء شحال تقريبا طلع هنا؟ يعني بالقادوس ديال الحديد يعني هنا قلنا انه كيريب قادوس جاب 70 متر ديال كل حديد جاب 70 قل جوج كل حديد حديد هذه 5000 ريال المتر 5000 المتر وغيركب بلاستيك ب 2400 المتر. شحال من المتر غيزيد يزيد كمل؟ غيركب تقريبا غيركب 24 متر زيدوا تقريبا. والحفير تقريبا شحال؟ الحفير شي 2600 متر 2600 يعني تقريبا شي 13000 درهم بحال هكا تقريبا بحال هكا. اي اي يعني راه تقريبا شي 30000 درهم بالقاروص. لا تقريبا بحال هكا. اي شكرا السي ميلود. تحياتي للحريفيه كاملين واحد واحد. الله يجازيك بخير. خاطر اللي عنده ما يحسبش. هذاك الشيء اللي كاين. انا نخلي لكم الاخوان نخلي لكم النمره ديال المعلم ميلود، نخلي لكم النمره ديال صاحب الصندال هو الاخ ديال السي ميلود هو السي عمر اللي خصته اللي بغى يحفر شي بير ولا اللي بغى يعني شي مساله يستشر فيها. راه مرحبا راه الاخوان راه كيجاوبوا وكيديروا معاه الخاطر كما داروا معنا حنا الخاطر. يلا السلام عليكم الاخوان ورحمه الله وتحياتي لكم جميعا.